السلام عليكم. المجتمع المدني الدولي، هذا العنوان ارتبط بالثقافة المدنية العالمية التي بدأت تتبلور منذ الحرب العالمية الثانية وتكونت من طيف واسع من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. لعبت المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة دورا مبدعا على الصعيد الفكري الذي أثر على شعوب كثيرة من بينها بلادنا. حضر المجتمع المدني في بلادنا بصورة مثيرة للجدل منذ الانقلاب والاجتياح، غير أن رؤية المجتمع المدني الدولي للصراع تبدو منقوصة، وهذا ما تقوله تقارير المنظمات المدنية الدولية وما تقوله رؤاه وخطاباته للصراع التي تلوح بين فترة وفترة. اليمنيون كانوا وما يزالوا يمنحون الاعتراف اللازم لأصوات ومساهمات المجتمع المدني العالمي في الأمور التي تهم السلام والأمن على الصعيد الإقليمي والمحلي والدولي. الجهود الحكومية من قبل الشرعية وطبيعة التواصل مع المؤسسات المدنية العالمية ليست على ما يرام، وهذا ما أنتج حلقة مفقودة بين الواقع المدني على الصعيد اليمني وبين الصورة المرسومة في المخيال المدني العالمي. المجتمع المدني اليمني لا يبدو أنه نقل الصورة الكاملة عن طبيعة الصراع في بلادنا باستثناء الجهود الذاتية التي تبرز بين فترة وأخرى للمنظمات المدنية. وهنا نطرح التساؤلات الآتية: كيف يرى المجتمع المدني الدولي لطبيعة الصراع في اليمن؟ ما أسباب التغافل عن أسباب الحرب في اليمن والتركيز على نتائجها؟ وماذا عن المجتمع المدني العالمي والمعلومات والتقارير التي يعتمد عليها؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. إشكالات كثيرة حول المجتمع الحقوقي الدولي ورؤيته لطبيعة الصراع في اليمن، إذ تلوح بين فترة وأخرى ملامح تلك الرؤية التي تبدو منقوصة، إما بفعل طبيعة التقارير المغلوطة التي ينقلها الراصدون المحليون أو غياب التواصل من قبل الجهات الشرعية في بلادنا. التغافل عن أسباب الحرب في اليمن والتركيز على نتائجها تبدو السمة البارزة إذا ما تعلق الأمر بتحليل مضمون رؤى وتقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وينطبق الأمر أيضا على رؤية بعض الفاعلين الرسميين ووسائل الإعلام الدولية. الجهود الحكومية من قبل الشرعية وطبيعة التواصل مع المنظمات الحقوقية العالمية تبدو الحلقة المفقودة التي تنسل من خلالها ضبابية الرؤية لدى الفاعلين المدنيين في العالم على ما يبدو. والواضح هو غياب المتابعة الدقيقة لطبيعة مآلات الأحداث في اليمن منذ الانقلاب على العملية السياسية والتحولات المدنية التي كانت برعاية إقليمية ودولية وإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن. ناهيك أيضا عن غياب الرؤية حول خلفيات الصراع التاريخي في اليمن ونضالات اليمنيين ضد مشاريع التسلط والاستبداد والطبقية كمدخل أساسي لفهم جذور المأساة اليمنية الراهنة وأبعادها المختلفة. وبحسب متابعين فإن المجتمع الحقوقي وحضوره مهم في مراحل الصراع التي تتطلب حضور صوت قوي وفاعل يجنب المدنيين ويلات الصراع قدر الإمكان ويساهم في توفير الحد الأدنى من الحماية اللازمة لهم. التقارير الحقوقية والإنسانية التي تتناول الشأن الحقوقي في اليمن تركز في مجملها على أنماط ظاهرية محددة للأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل أطراف الصراع، دون النظر في تفاصيل أنماط أخرى أكثر خطورة وأشد فتكا. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ نبيل البيضاني رئيس منظمة سام عبر سكايب من السويد، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هل تسمعني؟ مساء الخير أختي، سامحيني ألغى خطأ من لدي، يعني أشكركم وأشكر الطاقم في الاستوديو طبعا. أهلا بك أستاذ نبيل معنا في هذه الحلقة. لو بدنا بالحديث معك أستاذ نبيل عن يعني رؤية المجتمع المدني الدولي لطبيعة الصراع في اليمن. طيب، أنا أريد في البداية أني أضع للمشاهدين والمستمعين كيف يفكر الغرب، كيف يعيش الغرب، كيف العملية السياسية والمجتمع المدني في الغرب الذي يؤثر ويصنع القرارات السياسية في الغرب هو المجتمع المدني، مؤسساته، معاهد الدراسات البحوث، الجامعات. القوى المجتمعية هي التي تصنع دعونا نقول السياسة للحكومة. للأسف لدينا في المجتمعات العربية كما نقول الطريقة مختلفة.
الدولة هي من تصنع المجتمع المدني، هي من تؤثر على المجتمع المدني، وعن طريق الاستخبارات، عن طريق أحيانا الأحزاب السياسية. بينما في الغرب هذه الفكرة نفسها في المنظومة الدولية، قوى المجتمع المدني في أي بلد في أي مكان في العالم تستطيع أن تؤثر على المنظومة الدولية عن طريق التأثير بالتقارير، عن طريق التأثير بالتشبيك، عن طريق التأثير بالدراسات والبحوث والحضور الميداني وبالإقناع. لا يوجد هنالك حقيقة، هذا مهم جدا، لا يوجد هنالك بعد استخباراتي أو بعد حكومي أو بعد نفوذ غير قوى المجتمع المدني. سموها ما تريدوا، سموها أحيانا تكون بأي شكل، أي أشخاص يستطيعوا أن يجتمعوا في مكان، يستطيعوا أن يكونوا مجموعة ويكونوا فيها جمعية أو منظمة يؤثروا فيها على القرار. هذا المسلك الطبيعي. الآن نأتي لمسألة كما أردت بالسؤال، أنه كيف تعمل المنظومة الدولية، كيف تتأثر بالتقارير وكيف تتأثرها. للأسف الوصول حتى هذه اللحظة لقوى المجتمع المدني اليمني غير موجودة حقيقة في النفوذ الدولي. للأسف البوابة التي يستطيع فيها أن يخرج أي مواطن يمني أو أي مجموعة ذات تأثير في اليمن لكي تصل إلى العالم الغربي، يجب أن تخرج من بوابة الأولى، البوابة المحلية وهي الحكومة، الثانية وهي البوابة الدولية أو الإقليمية عن طريق قوى النفوذ الإقليمي. الاتجاه الآخر للأسف يعني حتى يصلوا إلى هنا تبدأ جماعات الضغط الموجودة في اليمن تؤثر على الملفات بالطريقة السياسية. لا ينظر هناك للأسف، لا ينظر للموضوع بالشأن اليمني بأنه موضوع إنساني بقدر ما أنه موضوع سياسي. كيف أؤثر أنا الآن كشخص حزبي مثلا أو كشخص دعونا نقول ميليشياوي أو حتى تفكيري أيديولوجي، أحاول أن أؤثر على قضايا حقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني دولا بنظرتي أنا حتى بدون قيمية. هذه هي النقطة التي نحن نعانيها الآن في اليمن. هناك دور حقيقة يعني ناقص للحكومة اليمنية، هناك دور ناقص أيضا لمؤسسات المجتمع اليمني المدني اليمنية ذاتها، يعني ما زالت حتى اللحظة تتجه إلى أن تلتصق بأن ترضي النفوذ المحلي الحكومي أو النفوذ الدولي أو حتى النفوذ الميليشياوي. لا يوجد هنالك حقيقة للأسف، نسبيا لا يوجد مصداقية جيدة أو قيمية. وبالتالي يعني تجد أستاذ نبيل أن هذه المصداقية تنعكس على رؤية المجتمع الدولي لقضايانا؟ بالتأكيد، هذا الذي الآن نجده. على سبيل المثال المجتمع الدولي الآن يتجه إلى ناحية تجريم السعودية، ناحية ابتزاز سياسي، دعونا نقول لأن السعودية لديها مشكلة في ملفها في ملف حقوق الإنسان، فيسقطوا على 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 تدخلها في اليمن أنه تدخل غير إنساني. الذي يجرى الآن أنه الحوثيين مع المؤتمرين مع مجموعات أيضا الاستغلالية يصلوا إلى المجتمع الدولي من دون أن يذكروا دعونا نقول إيش سموه ما يفعله الحوثيين أو الوقائع التي يفعلها الحوثيين الآن على الأرض. للأسف هذه اللامصداقية أثرت أيضا على الغرب في أنه يعتقد حقيقة أنه لا يوجد في اليمن أي مظالم أي انتهاكات إلا للتحالف. إذن أستاذ نبيل يعني برأيك تبدو صورة منقوصة عما يحدث في اليمن من جرائم حقوق الإنسان بسبب إرادة المجتمع الدولي لرؤيتها كذلك لحسابات سياسية مع طرف أو آخر، أو أيضا بسبب تقصير الطرف المسؤول ربما أو الطرف الذي يعني يقع عليه هذا الظلم في مسألة حقوق الإنسان؟ أذكر دائما المشاركين أو المشاهدين عفوا وكل من يسمعنا، دائما في تحليل القضايا المسؤولية مشتركة لكنها تتفاوت من جهة إلى جهة. ما نحن حقيقة ما ننظره الآن هنالك دور حكومي مفقود، هنالك أيضا دور إقليمي أيضا مفقود، هنالك دور لقوى المجتمع اليمني الآن يعني مفقود. يعني نحتاج إلى الموازنة، وحتى هناك النفوذ الدولي يتجه اتجاه آخر، يعني لا أقول سيء ولكنه يحاول قدر نستطيع 15 أشخاص الآن يتجهوا إلى داخل أوروبا ويغيروا الرأي العام الأوروبي كاملا. حادثة واحدة في اليمن لو تم إرسالها بطريقة جيدة حقيقية عما يفعله الحوثيين أو عما يفعله التحالف تهز أوروبا كاملة. للأسف هذا المنطق حتى اللحظة نحن ننظر إلى الأوروبيين والغرب أنه عبارة عن عداء وأنه مؤامرة، ليس كذلك.
مطلقا. نعم. هنالك مؤامرات، هنالك عداء صحيح، لكنه لا يمكن أبدا أن نتحدث أنه بالمطلق، لأنه حقيقة التفسير المطلق دائما للأحداث هو تفسير سطحي جدا. هنالك مشكلة لدى الغرب في فهم القضايا، وهنالك أيضا تخلف أو تباطؤ في اليمن من إيصال هذه القضايا بحياد أو بقيمية حقيقية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن ننضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مطهر البوذيجي، المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من الرياض. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، مرحبا. إذن أستاذ مطهر، طرح الأستاذ نبيل البيضاني وهو ضيفنا عبر سكايب مجموعة من النقاط، يعني يتحدث عن أن المجتمع المدني المحلي ربما كان قاصرا في توصيل الصورة على ما هي عليه في يعني من ناحية حقوق الإنسان وقضاياها، حقوق الإنسان اليمني وإيصالها للغرب. هناك أيضا أو يعني الحديث حتى على مستوى طبيعة الصراع في اليمن لا تنقل إلا صورة واحدة، وهي يعني التحالف وما يحدث من قضايا حقوق الإنسان بسببه. ما رأيك؟ شكرا جزيلا، تحياتي وتحياتي إليك وللأستاذ صديق نبيل البيضاني. دعني في البداية أقول أن المجتمع المدني اليمني تعرض لعديد من الضربات منذ سيطرة الميليشيات في سبتمبر 2014 على مجريات الحياة في اليمن. المجتمع المدني شرد وأغلق وطرد، والمجتمع، أنا أتكلم عن المجتمع المدني اليمني الحقيقي اللي كان مجتمع فاعل وناشط على مستوى الحياة بشكل عام. هذا المجتمع أضر كثيرا وطرد واعتقل ناشطين. أكيد أنه هناك ضعف تتحمل جزء من وزراء هذه الميليشيات، ولكن عندما نتكلم عن دور المجتمع المدني دور محدود، ولكن يبدو أنه إلى حد الآن فاعل. في عدد من المنظمات تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات الميليشيات بشكل عام، ونشارك هذه المعلومات والتقارير على مستوى المحافل الدولية وخصوصا في دورات مجلس حقوق الإنسان المتكررة. ولكن يبدو أن المشكلة مثل ما أتفق مع ما قاله جزء ما قاله نبيل أنه تتحمله عدد من الأطراف. طيب أستاذ، الدولة شريك أساسي، والمجتمع المدني، والفعاليات الأخرى، القطاع الخاص والمنظمات المجتمع الدولية. نعم، لكن يعني ايضا طرح الاستاذ نبيل ان ربما يعني في على مستوى المجتمع الاوروبي او كيف يفكر هذا المجتمع، يعني 10 الى 15 شخص قادرون على ايصال الصوره او التعبير عما يريدونه اذا تم ايصال هذه الصوره بطريقه واضحه وبطريقه صحيحه. يعني هل يعقل انه لا توجد منظمه واحده استطاعت ان توصل ما يحدث في اليمن يعني بمنتهى الصدق، يعني توضيح الصوره من جميع الأطراف ما الذي يحدث في اليمن؟ يبدو أنه أولا في نقطة يجب أن نشير لها، المجتمع الدولي وخاصة منظمات حقوق الإنسان تتعامل مع ما يحصل في اليمن من وجهة نظرها هي، هذه نقطة يجب أن أو نقطة على السطر أو خط على هذه العبارة. النقطة الثانية أنه أي نعم أنه المجتمع المدني دوره صحيح ومحدود في تقديم، ولكن هناك تقارير موثقة ومرصودة بشكل جيد سلمت للمنظمات الدولية. أنا أقول أن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان تتعامل مع ما يحصل في اليمن بمعايير مختلفة. مثلا إذا نظرنا إلى تقارير منظمات الأنستي انترناشونال، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش، تتكلم عن أعداد محدودة جدا، وتنظر الى ان وتصور ان الصراع الحالي هو صراع بين جهتين او صراع بين طرفين، والحقيقه غير كذا. الحقيقه تقول انه اليمن والحكومه والمواطنين يتعرضون لانتهاكات ممنهجه منذ سبتمبر 2014 الى الان. يعني نحن في المجتمع المدني في التحالف اليمني انتهاكات حقوق الانسان لدينا احصائيات موثقه، يعني اعداد مهوله، نتحدث عن قرابه 13 الى 12 الف قتيل منذ بدء الازمه الى الان، قرابه 22 الف مصاب. هذه الاحصائيات وصلت لقسم المجتمع المدني، ولكن المجتمع المدني الدولي يكيف او يتعامل مع ما يحصل في اليمن وفق رؤاه.
هذا رأيي الشخصي. لماذا برأيك يعني أستاذ مطهر يعني تعتمد أيضا المنظمات الحقوقية العالمية على أطراف مدنية معينة، تعتمد أيضا على تقارير معينة، لا تصلها جميع التقارير أو لا تأخذ بقية التقارير بعين الاعتبار، ولماذا أيضا يعني هي تنظر لهذه المسألة حسب يعني كما قلت وجهة نظرها الشخصية أو يعني حسب ما توده هي؟ يبدو انه من في اعتقادي انه اولا لها علاقه بالجانب السياسي والتطورات والصراعات الحاصله في المنطقه، هذا جزء او معيار رئيسي تبنى عليه. نلاحظ انه تقاريرهم تشير بوضوح الى هذه النقطه، والنقطه الثانيه يبدو انها تعتمد على اشخاص غير اهليين في الداخل، وان المعلومات لا تصلهم بالشكل المطلوب، وهذه نقطه يجب ان نتفق عليها من بدايه النقاش، انه يجب ان تصل الصوره الى المجتمع الدولي، الى منظمات المجتمع الدولي بكل فئاته بالشكل المطلوب. ان ما يحدث في اليمن وان الانتهاكات التي تحدث قد تكون مجموعه اسمها الميليشيات الانقلابيه الحاصله ميليشيات الحوثي صالح في اليمن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مطهر البوذيج المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل، كيف تعقب على ما طرحه الأستاذ مطهر من ناحية أن هناك يعني للأسف يتم التعامل مع الحقوق مع حقوق الإنسان من وجهة نظر شخصية سواء للمنظمات المجتمع المدني المحلي أو العالمي، هل تتفق مع هذه النقطة؟ حقيقة أولا أشكر الأستاذ مطهر، يعني هو أحد الأشخاص المهمين في إيصال هذه القضايا. أريد أيضا أن أؤكد مسألة الضربة القاسمة التي تحدث عنها، فعلا المجتمع المدني تلقى ضربة قاسمة في الانقلاب، كان يعني دمروا تماما المجتمع المدني اليمني تماما، وما بقي إلا مجموعة من الأشخاص هم في قررت أنفسهم، هم مجموعة من السلاليين الذين يفكروا بطريقة أسرية وسلالية، يدعوا أمام الناس بأنهم أشخاص حياديين لكنهم في الحقيقة غير ذلك. من ناحية سؤالك وخصوصا أنه أريد أن أضع النقطة أنه هنالك مشكلة لدى المجتمع المدني اليمني في أنه ما زال حتى اللحظة يعمل بطريقة للأسف يعني القيمية حتى الشخصية من قبل الذي يعملون في المجتمع المدني اليمني، ما زال يعمل تحت الغطاء الحزبي، ما زال ينظر أيضا، ما زال يتحدث بالإطار الحكومي، ما زال يتحدث باللغة الإقليمية المرضية. عندما أتحدث أنا كحقوقي لا يهمني مطلقا التفسيرات السياسية، فلتذهب كل التفسيرات السياسية للأحزاب السياسية من فوقها إلى بما فيهم حزبي الذي أتحدث أيضا فليذهبوا إلى الجحيم. أهم ما يجب أن يوصل هو معاناة الناس، وحقوق الناس يجب أن تحفظ. المذنب مذنب، المنتهك منتهك، القاتل قاتل، لا يمكن تغيير هذه. إذا مثلا انتهك السعوديين انتهاك نقول لا نسكت عنه، وإذا انتهك الحوثيين انتهاك نقول نعم. لكن أستاذ نبيل للأسف الشديد هذا ما يحدث، يعني هل نستطيع أن نتحدث عن منظمة أو جهة وصفت كل ما يحدث بطبيعته كما هو حاصل؟ يعني المنظمات التابعة للحوثيين تنقل صورة تماما مغلوطة وكأنها الحرب بين اليمن والسعودية ولا يوجد أي شيء في اليمن، وللأسف الشديد هذه هي الصورة الناصعة لدى المجتمع الغربي. الطرف الآخر يعني من ينتمي للحكومة الشرعية أو من ينتمي للأحزاب كما تفضل ينقل أيضا أنه أو يبرئ ما يحدث من جرائم للتحالف ويقول بأنها أخطاء ويجد لها مبررات ويصب كافة ما يحدث فقط من يعني مواجهات بين الميليشيا وبين المقاومة. ففي كل الحالات هناك جزء من يعني الحقوق يتم تغييبها أو يتم تهميشها بلا نقاش. أنا هذه هي مصيبتنا ومشكلتنا، لأنه حقيقة ما زال أصحاب النفوذ يمارسوا النفوذ على قوى المجتمع المدني، وللأسف قوى المجتمع المدني أيضا تقبل أن الآخرين يقوموا يعني يفتحوا لهم المجال باستخدامهم. هنالك مشكلة حقيقة، أنا أقدم لهم أيضا العذر أحيانا، خصوصا للناشط المسكين الذي يطاردها الحوثيين في صنعاء ولا يطارده الحقيقة القوى الاستخبارات الإماراتية في حضرموت، ولا الذي يطارده قوى الحكومة اليمنية في داخل عدن. هؤلاء كلهم عبارة عن ناشطين في الأخير يريدوا أن يوصلوها،
فيتجه إلى أن يشتغل مع أحد يعني أطراف الصراع، إما يشتغل حقيقة مع السعوديين ويصمت، وإما يشتغل مع الحكومة ومع السعودية ويصمت، وإما يشتغل مع الحوثيين ويصمت، وإما يشتغل مع النفوذ الدولي ويتكلم ويغني بالطريقة التي يريدها المجتمع الدولي ويصمت. نحن حقيقة يعني انظروا أيضا أنه هذا لديه أطفال، واحد من الأشخاص على سبيل المثال يقول نحسدكم لأنكم في أوروبا تستطيعون تتكلموا بكل حرية، نحن لا نستطيع لأننا في مكان كذا 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 وكل أنواع القيود علينا. يعني للأسف حتى اللحظة لا، يعني سؤال يعني مفترض أن يفكر فيه إخوتنا مثلا في التحالف، هل من المعقول أنه كل القوى المجتمع المدني اليمني موجودة في تحالف واحد فقط؟ وأنه لا يستطيع أي شخص يتحدث عن الحوثيين إلا إذا مر عن طريق هذه البوابة اللي هي التحالف؟ يجب أن يعاد هذه الصياغة. المجتمع المدني ارتكازه الأول هو الحرية، هو عدم الكنترول، ما فيش كنترول، ما فيش نوع من السيطرة. لكن أستاذ نبيل، يعني إذا المجتمع المدني مرتكزه الحرية وهذا المرتكز للأسف لم يعد مضبوطاً لا محليا ولا دوليا، يعني اذا كان يعني نحن نتحدث عن منظمه دوليه ايضا تشتغل بحسب يعني ظروف سياسيه معينه، فهل يعني مثلا عاده يعني نحن ننظر للغرب بعين الكمال، لكن للاسف الشديد حتى على مستوى حقوق الانسان لم يعد الامر كذلك. بلا نقاش متفق على هذه النقطه، لكن التساؤل الاهم، ما الذي فعله الحقوقيين اليمنيين لكي يحرروا انفسهم من هذه قوى النفوذ؟ ما الذي فعله أي حقوقي الآن يمني إما أن يشتغل في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه؟ لماذا يسمح للآخرين؟ بل وصل الحد أن يعمل الحقوق اليمني الآن كقوة من قوى النفوذ، إما يشتغل لإيران أو يشتغل للسعودية أو يشتغل للإمارات أو يشتغل بطريقة يرضي الآخرين. أنا أعرف يعني تخيلي حتى وصلت أنه إيقاف حتى العمل مع الحكومة اليمنية إن كان رأيك مخالف مثلا للاتجاه آخر. هذه حقيقة في العالم، في أوروبا لا يمكن مطلقا أن يمنعك أحد حتى لو تكلمتي في أكبر المقدسات. الحرية يجب أن نتحدث فيها، قوى المجتمع اليمني هي المهمة، يجب أن نتحدث عن آلام الناس، يجب أن نتحدث بقيمية حقيقية عن ما يحصل في اليمن. للأسف حتى اللحظة بعد أن نخلص كل واحد يخلص حق تبع التقرير يمرره عن طريق واحد حزبي يرى فيه أنه جيد ولا لا ويحاول أن يغيره. هذه طريقة خاطئة، المجتمع الدولي يفهم هذا تماما، يعني حتى اللحظة المجتمع الدولي واحدة من أهم المشاكل لأنه الانتهاكات الحوثية لم تصله بأنه يعرف أن هنالك مظلة موجودة على قوى المجتمع اليمني العاملة مع الحكومة، يجب أن تتحرر القوى الحقيقية وتتحدث بكل حرية، ليس هنالك عيب، حتى اللحظة نحن حتى في الإعلام لا نستطيع أن نتحدث ما يفعله الإماراتيين داخل حضرموت الذي تحولت الآن إلى سجن كبير. حتى اللحظة لا نستطيع أبداً أن نتكلم عن الانتهاكات التي تفعلها الحكومة ويفعلها بعض العنصريين وبعض يسموها المصاهب الموجودة لدينا في عدن للأسف. حتى إذن أستاذ نبيل، يعني عند هذه النقطة اسمح لي أن ينضم معنا أيضاً الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور أستاذ نبيل. يعني بداية نتحدث، أود أن يعني تحدثنا عن الجهود الحكومية في مسألة إيصال صوت حقوق الإنسان من الناس الذين يعني وقع عليهم اضطهادات في مجال حقوق الإنسان، أين هي جهود الحكومة أو جهود وزارة الإنسان بوجه خاص؟ بداية أشكركم على هذا الاهتمام بالقضايا الحقوقية في على الأرض. ثانيا أقول يعني الآن بعد أن تم فتح مقر وزارة حقوق الإنسان في عدن في العاصمة، بدأنا الآن بكثير من التحركات للتواصل مع الجهات الأمنية والجهات الرسمية لمتابعة أي تقارير تصلنا حول أي انتهاكات. لدينا أيضا برامج للنزول إلى السجن، لدينا أيضا لقاءات مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تواصلنا مع المنظمات الدولية الموجودة في عدن، ونسعى إلى فتح مقرات للمنظمات الدولية الأخرى التي ما زالت ليس لها مقرات في العاصمة عدن. إذن أستاذ نبيل، برأيك يعني كيف يتعاطى المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في اليمن؟ طبعا نحن ما زلنا نضع في كل تقاريرنا أننا نشعر بكثير من خيبات الأمل من بعض المنظمات الدولية، مع أن هناك منظمات أخرى
لها دور جيد وتقوم بدورها الإنساني المطلوب منها والذي هو مناط بها أساسا وهي متكفلة به. مع وجود بعض المنظمات التي ما زلنا نسعى إلى أن تكون لها تواجد على الأرض في عدن وأن تنطلق من العاصمة عدن إلى كل المناطق المحررة ونستطيع أن نصل بشكل فتح قنوات آمنة لوصولها إلى بعض مناطق الصراع بحيث أنه يكونوا مطلعين على الوضع وما يتم من انتهاك ويكونوا تكون قرار التقارير التي نقدمها مبنية على مشاهدات حقيقية. نعم، لكن أستاذ نبيل يعني اسمح لي عند هذه النقطة، لماذا دائما يتم الحديث عن تقارير عن أرقام عن يعني نتائج لهذه الحرب وإغفال تام لمن يتسبب في هذه الحرب وعدم ذكره وعدم أيضا يعني إدراجه يعني في خانة يعني المتسبب أو الذي يقوم بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح؟ نحن كل ما تصلنا من تقارير فيها انتهاكات نحرص على عمل مراسلات إلى المحافظين والمسؤولين في المحافظات حول أي انتهاكات تحدث ونحرص على متابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها، لكن تعلمين أننا ما زلنا في مرحلة تطهير وتحصل بعض الخروقات من بعض الفئات الموجودة وخصوصا استاذ نبيل انا يعني لا اتحدث عن المحافظين او يعني او ربما وصلك السؤال بطريقه مختلفه، انا يعني اقصد المجتمع الدولي لما لا يكون واضحا في تقاريره الانسانيه موصفا بشكل واضح بالمتسبب في هذه الحرب، يتحدث يعني دائما بصيغه طرفي الصراع او طرفي النزاع، لا يتحدث عن من قام بهذا الفعل، من تسبب اصلا بهذه الحرب أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية. هذا يحدث من بعض المؤسسات الدولية فعلا، وهذه فعلا إشكالية، ونحن نتقدم بأكثر من مرة في تقاريرنا بضرورة توصيف الانتهاكات وتحديد مرتكبيها لأن المساءلة حتى إذا لم تكن اليوم فهي قادمة غدا، فنحن نقول دائما نطالبهم بأن لا تكون هذه اللغة الغير واضحة أو اللغة المفتوحة، نطالب بأن تكون هناك لغة حقوقية كاملة، ونحن نقول أننا مستعدين لمساءلة ومحاسبة أي انتهاكات تحدث في المناطق التي هي تحت سيطرة الدولة والحكومة. الجزئية الثانية، هناك مثلا بعض الجهات الدولية واضحة في تقاريرها، مثلا إذا عدت إلى تقارير مجلس الأمن وما يناقش في مجلس الأمن تجد اللغة واضحة وتحدد أحيانا بالأسماء. نحن نطالب بقية الجهات الدولية وخصوصا المفوضية الثانية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية أن يتعاملوا بنفس المنطق الذي تواجد في تقارير مجلس الأمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ نبيل البيضاني، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نبيل معنا في المساء اليمني. استاذ نبيل، كنت طرحت على الاستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزاره حقوق الانسان سؤال لما يتغافل المجتمع المدني الدولي عن اسباب الحرب ويتحدث او يركز على نتائج هذه الحرب دون توصيف حقيقي لمفتعلها ومتسببها، ما رايك انت؟ يعني فلنفكر معا، عندما هل وصلت الحقائق إلى أوروبا إلى أمريكا إلى مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان إلى القوى والنفوذ الدولي؟ يعني أستاذ نبيل عند هذه النقطة هي حقيقة واضحة، يعني الانقلاب الذي حدث ربما العالم كله يعني عرف به وربما أشرف عليه إن صح لي القول. لا، هذا واضح لديك يا أختي لأنك يمنية ولدى الآخرين، لكن غير واضح عند النفوذ الدولي. النفوذ الدولي لا يرى في الملف الحقوقي اليمني إلا راية السعودية، ولديه مشكلة حقيقية مع السعودية، مشكلة حقوق الإنسان مع السعودية تم دمجها مع اليمن. الآن الدور السامي الذي تقوم فيه الآن السعودية بعيدا عن أخطاء التحالف الذي فعلته في عدن، الذي تفعله في المخا، الذي تفعله الآن في الحديدة أو حتى في مناطق أخرى، حقيقة هذا دور سامي أن تساعد الجيش اليمني في استعادة الحكومة أو استعادة الدولة من الانقلاب.
هذا جيد، لكن عندما أحاول الآن أن أزيف الحقائق وأذهب إلى هناك ويجد أن الملفات الحقوقية اليمنية تمر عن طريق أو دعونا شكل سعودي، لا 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 يمكن. العالم يفهم ويعي ويستوعب ذلك. نحن ويعرف الإخوة الذي يعمل في حقوق الإنسان، أول ما توصل إلى أي منظمة دولية بيسألك، بيقول لك أنت في أي، أنت مع جاي من الرياض ولا جاي من كذا أو جاي من اليمن. يعني في أسئلة واضحة أن أصحاب النفوذ لديهم مقدرة في تغيير كثير من الوقائع. إذا أرادوا فعلا عمل حقوقي جيدا، يجب أن تخرج الأيدي العابثة في هذا الملف وتترك مسألة المجتمع المدني أن يوصل حقائق. السعوديين في قتلهم للمدنيين أقل مما يفعله الحوثيين، لكن للأسف لأن السعوديين أو الخليجيين لم يرفضوا تماما رصد عمليات الأخطاء التحالف، فلذلك يدفع الثمن الآن دوليا. لو قبلوا قبل سنتين بأنه ترصد جميع أخطائهم، صدقوني لما وصلنا إلى هذا. عدد الناس الذي يقتلوا ويهجروا والانتهاكات الذي يقوم فيها الحوثيين والمؤتمرين داخل اليمن أكثر بكثير من التحالف. لكن للأسف نقولها بكل صلف، غباء من يقوم بقيادة العمل الحقوقي أصر على أنه لا يتم رصد العمليات التي تقوم فيها السعودية، فدفعنا الثمن جميعنا. الآن حتى اللحظة إما تذهب إلى، لو تحدثنا عن أخطاء التحالف عندهم، يظن السعوديين بأننا أعدائهم. نحن أعداء أي شخص يقوم بعملية انتهاك داخل البلد، لكن مساعدة السعوديين ومساعدة الخليجيين لنا مقدرة، والذي يقوم فيه عمل إنساني الآن أنهم يعيدوا البلد. ما زال إلى الآن السعوديين يقدموا الرحمات للأماكن، ما زال الإماراتيين بكل مساوئهم يقدموا أيضا مساعدات، القطريين يقدموا مساعدات، الجميع يفعل دور في هذا البلد، لكنه يجب أن يقفوا عند حدهم في مسألة الأخطاء. الأخطاء يجب أن توقف. يستطيع الإماراتيين الآن إيقاف هذه المراهقات الموجودة الآن في حضرموت، يستطيع أن يوقفوا أيضا ما يجرى الآن في عدن، تستطيع الحكومة اليمنية أن تتخذ مواقف أقوى، ويستطيع هؤلاء الشباب الذين نسمحهم الآن شغالين مع الوزارات. ولماذا لا يقومون بها رغم أنها ربما ستكون في صالحهم إن قاموا بها؟ لم أفهم سؤالي. يعني أنت قلت أنهم باستطاعتهم إيقاف كل ما يحدث، باستطاعتهم أن الحكومة أن تتخذ مواقف أقوى، لما لا تقوم بها طالما أن المسألة مجرد يعني أي خطوات ستقوم بها ستؤكد أو ستوثق من يعني موقفها ستكون في صالحها، لما لا تقوم بها؟ أنا والله حزين أقولها، لكن لقمة العيش حق هؤلاء الذي يعملوا في الجانب الحكومي والجانب في التحالف والجانب هي من تجبرهم على اتخاذ هذه المواقف. يا أخوتي يعني الرزق بيد الله، يستطيع الواحد أن يذهب إلى أي أرض يمارس فيها حريته، لكن لا ينبغي أبدا أن يباع وطن المنتهك منتهك مهما جرى. فحقيقة المخرج الحقيقي هو أن نعمل بطريقة حقوقية خاصة وندعم المساكين الآن في تعز والمساكين في عدن والمساكين في حضرموت والمساكين داخل صنعاء، المعذبين والمنتهكين بالآلاف، لا نستطيع حتى أن نرفع عنهم أوراق. حتى اللحظة نريد الناس يتحدثوا داخل صنعاء لا يستطيعوا، حتى الآن الناس في الحديدة لا يستطيعوا أن يتكلموا. يعني هذا المشهد للأسف متحكم عليه بطريقة غير جيدة وغير ذكية، ونحن الآن ندفع الثمن، وليس فقط نحن للأسف، أنا أقولها حتى الخليجيين سيدفعوا هذا الثمن مستقبلا، لأنه لن يصمت العالم والعالم يعني سيستمر. بالنسبة لي يعني ما يصل للمجتمع الدولي من تقارير، هل تتوقع يعني أنه تعدد هذه التقارير واختلاف الأصوات الآتية منها هي محط يعني ربما شك بالنسبة للمجتمع الدولي، بعكس الجهة المقابلة الميليشيا أهدافها واضحة، يعني أعمالها مرسومة، هناك جهات داعمة خلفها تؤبجد لها العمل الحقوقي؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يعني إحدى الصديقات تضع قصة على صفحتها في الفيسبوك أن أقيمت ندوة حقوقية في ألمانيا، والألمان يستمعون لطرف الميليشيا وهم يتحدثون بأن هناك عدوان على السعودية وأن هناك حرب وأن هناك يعني بلد تقتل المدنيين. في الجهة الثانية لم يستطيعوا أن يسمعوا لكلمة موحدة، هناك من يقول من الجنوب الحوثي ليسوا يمنيين، وهناك إصلاحيين يقولون لا هم يمنيين ولكنهم كذا، فتعددت فضاعت القضية. كان الألماني يقول أريد أن أستمع يعني لشخص واحد أوضحوا لي الصورة يعني، ولكن للأسف لم يتمكنوا حتى من إيصال صورة نمطية حقيقية لما يحدث. للأسف لدينا الآن في الاتجاه كما أشرت، أنا متفق تماما مع هذا الكلام، لكن هو التساؤل الآن. تخيلي معي أنك الآن في مكان وتريدي أن تقومي بقرار، فتجدي مثلا على أطفال، مجموعة أطفال لديك، 10 أطفال يأتوا كلهم إليك
تمام، ويقوموا بهزك، نريد نريد نريد، ويأتي طفل آخر يقول لدي في خارج الفصل 100 شخص أنا مندوبهم، ويقوم بالحديث معك. هذه هي الفكرة التي نعاني منها. يذهب الحوثيين مع قوى الدولية عشرات مئات الأشخاص حقيقة يمثل قوى المجتمع المدني، دعونا نقول الانتهازي، الذي لا يرى أبدا مطلقا فيما حصل في عدن أو تعز أو أي مكان آخر، يرى فقط ما حصل من ضربات التحالف. وللأسف في التحالف الاتجاه الآخر يأتي لنا فقط هؤلاء المجموعة من الشباب، عملوا فقط اتجاه أو منفذ واحد أو طاقة واحدة أو باب واحد، ويقولوا أنهم المتحدثين الكاملين بقوى المجتمع المدني اليمني. للأسف الصوت باين وواضح. يعني لو أنا كما قلت وأذكرك، وأنا على هذا، يعني أنا دعونا ندخل إن قلنا في تحدي، هاتوا 10 أشخاص يتحدثوا على الانتهاكات اليمنية كناس كبشر تقتل في الشوارع وكذا بدون تحديد، يعني بدون بعد سياسي، صدقيني سيتغير الرأي دعونا للدول الغربية، سيتغير المجتمعات نفسها. المجتمعات حرة تستمع إلى ناس وتفهم وتعي وتستوعب، هنالك تقارير هنالك. لو استطاع أن يصل الناس هنا بعيدا عن أيدي للأسف الاستخبارات وأيدي النفوذ الدولي وأيدي النفوذ أيضا المحلي، صدقيني سيتغير الوضع للأسف حتى اللحظة. إما أن تكون معي أو أنت ضدي، إما أن تتحدث بنفس لساني بنفس لغتي أو أنت معادلي. هذه اللغة لا تصلح لدى الأوروبيين ولدى العالم الحر، تصلح في عالمنا فعلا، لكن في العالم الحر يجب أنا وأنت أن نلتقي في بعد واضح. حتى اللحظة هنالك كثير من الناشطين اليمنيين مستبعدين لأنهم في نظر البعض محايدين، بل حتى أنا سأعطي على سبيل المثال كثيرا منا ما يتكلم على البعد الذي يفعله الآن المندوب الأمم المتحدة مثلا ولد الشيخ الآن. للأسف هذا التفسير تفسير جدا سيء. ولد الشيخ كان هنا موجود في ستوكهولم في واحدة من ورشات العمل، كان الجميع يتكلم، تخيلوا، كان الجميع يتكلم على انتهاكات السعوديين وانتهاكات دول التحالف والأمريكان والعلاقات الأوروبية، هو الوحيد الذي وضح وقال أيضا هنالك انقلاب وهنالك أيضا قوى لا تهتم بقوى المجتمع المدني. وهذه النقطة مهمة جدا، للأسف حتى اللحظة لم نسمعها، لم نستطع مطلقا أن نفتح حتى مجال للتعاون مع ولد الشيخ، إما أن يكون سيء 100% يعني شيطان، وإما أن يكون ملاك وفي صفنا. نعم. وهذا خطأ. إذا نسمح لنا الدولية. نعم أستاذ نبيل اللي انضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات من لندن. مساء الخير دكتور دحان. أهلا يا مساء النور. أهلا بك معنا دكتور، يعني حدثنا بداية عن يعني رؤية المجتمع الدولي لطبيعة الصراع في بلادنا، كيف تقيمها؟ أنا أعتقد أن هناك التباس في أو في ضبابي في رؤية المجتمع الدولي تجاه الأحداث في اليمن أو الوضع في اليمن. لا أدري، ربما هذا يكون ناتج لموقف سياسي للدول الأكبر التي تسير الوضع الدولي والوضع الإقليمي، أم أن هناك تجاهل متعمد من قبل المنظمات والأشخاص المعنيين برفع التقارير إلى الدول والهيئات الدولية. فالمشكلة اليمني لم يعطاه حقه، بالذات الانتهاكات ضد المدنيين، هذه حرب عمياء، حرب مجنونة تسببت في قتل كثير من المدنيين، وهناك أسباب أطراف داخلية تسببت في ذلك وأطراف خارجية تسببت في ذلك، لكنها لا تلقى التوصيف الكامل في التقارير الدولية التي تتكلم بالحرف الواحد عن من يستهدف المدنيين ومن يجب أن يتوقف وتتخذ إجراءات ضده كي يتوقف عن إزهاق أرواح المدنيين في مختلف مناطق اليمن. نعم الدكتور، يعني برأيك لماذا يتم التركيز على نتائج الحرب وليس على أسبابها ممثلة بالانقلاب والاجتياح الذي حدث؟ عموما عندما يتم تناول استهداف المدنيين يأخذ الجانب الإنساني ولا يأخذ الجانب السياسي، فالجانب الإنساني يتمثل الدفاع عن ضحايا الحرب بغض النظر عمن كان المسبب في ذلك. أما لو عدنا إلى الوضع السياسي والموقف السياسي من الحرب في اليمن، طبعا هناك مسائل بديهية لا تحتاج إلى توصيف ولا تحتاج إلى شرح. المسألة بدأت منذ أن تم الانقلاب على الوضع العام، ومنذ أن بدأت بعض القوى في تفجير الوضع هنا وهناك،
داخليا، فلم تأتي الحرب الخارجية إلا استجابة لتفجير الوضع الداخلي. نعم، إذا برأيك كيف بالإمكان تحقيق تواصل فعال بين المجتمع المدني المحلي والمجتمع المحلي الدولي؟ لابد للجهات الحقوقية سواء كانت رسمية أو كانت منظمات حقوقية أن تحمل الرسالة بأمانة ولا تستخدم أسلوب التعميم أو أسلوب تحريف الحقائق من أجل تتويه الموقف الدولي. من يقتل هم أبناؤنا، هم أخواننا، هم آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، فلماذا نضلل المجتمع الدولي؟ إحنا نضلل أنفسنا. لابد من أن يكون في هناك مصداقية وتسمية الأشياء بمسمياتها بدون تغليب الجانب العاطفي أو الجانب السياسي من أجل كسب موقف سياسي على حساب دماء الأبرياء وممتلكاتهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من أمريكا وليس من لندن المعذرة. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل البيضاني، ربما ذات سؤال أسألك، كيف بالإمكان تصحيح رؤية المجتمع المدني تجاه الصراع يعني أو تحقيق تواصل فعال بين المجتمع المحلي والمجتمع الدولي؟ حقيقة على كل الأطراف، لدينا الطرف الحكومي اليمني يجب أن يقوم بعملية أكثر يعني دعونا نقول أنها أكثر جدية أكثر مهنية، يحاول أن يدفع يعلق على كل التقارير يدعمها، يصل يحاول أن يربط المجتمع الدولي بمؤسسات المجتمع المدني وليس العكس أنه يقطع دابر أي مؤسسة لا تمشي على الطريق الذي يريدها، يحاول قدر المستطاع أن يسهل العمل الحقوقي داخليا وخارجيا، يربط يعمل عملية تربيط. الاتجاه الآخر، أنا أنصح أيضا إخوتنا في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات أن يرفعوا أيديهم من العمل الحقوقي ويدعوا المؤسسات الحقوقية اليمنية عموما، هي التي تستطيع أن تغير الرأي العام الأوروبي وحتى الأمريكي. في الاتجاه أيضا على البعد الدبلوماسي اليمني، يجب أن يكون لذلك نوع من الحركة الدؤوبة لإيصال، ليس لتوجيه أو إيصال معاناة، دعونا نقول إيصال موجه لما يحصل في اليمن أنه فقط الحوثيين هم ما يفعلوا في اليمن خطأ، يجب أن يكونوا أكثر حقوقية وأكثر انتهاء، يعني دعونا نقول أكثر قيمية بأنهم يتكلموا عن الحقوق في اليمن بشكل عام، لا ينكروا الحقائق فقط. في الاتجاه الآخر أيضا على كل قوى المجتمع اليمني، المجتمع المدني اليمني أن يعرف بأنها هي من تصنع الدول، هي من تصنع الحكومات وليس العكس، الحكومة لا تصنعني ولا دولة تستطيع أن تصنعني أنا، لكن أنا كشخص وكمؤسسة أستطيع أن أصنع دولة وأؤثر على الرأي العام وأجعل الرأي العام أن يحترم ما أقوله. ما يجرى الآن للأسف أنه جميع الحقوقيين أكثر العاملين في العمل الإنساني والعمل الحقوقي اليمني جميعهم ينظروا إلى رضاء النفوذ المحلي والنفوذ الدولي، رضاء أصحاب القرار السياسي، وهذا خاطئ. أنتم من تأتوا بهم وسيستطيعوا يوما ما في أي وقت أنكم تغيروهم أنتم عن طريق إيصال حقوق الناس. وشكرا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البيضاني رئيس منظمة سام، كنت معنا عبر سكايب من السويد، وشكرا لجميع ضيوفنا الذين كانوا معنا عبر الهاتف أيضا. ولا ننسى أن نذكر أن يعني على الجميع أن يركز على مسألة الإنسان ومدى حقيته في الحياة وفي نيل كافة حقوقه بدءا من الحرية ويعني ختما بكافة متطلبات الحياة. شكرا لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كنوا برعاية الله وأمنه.